السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني قبل يعني ونقولوا باللي فتره يعني غير هنا هنايا وين كانوا يتكلموا على في فتره ليست بالبعيده، كانوا الناس يتكلموا في فتره ليست بالبعيده يعني على يوسف بلايلي. رغم كنا نقول لكم يوسف بلايلي كي يبغي يولي ليكيب ناسيونال يولي نورمال، ما كاش اشكال كاع. واو لله يعاود ولا عاود ولا يوجدوا له لي ميرو تاعو، يوجدوا له كلش ويلعب. يوسف بلايلي كي ولا ليكيب ناسيونال باش يلعب، ماشي باش يقعد له بلاصه ولا باش يقعد في التريبيل ولا. لا راكم غالطين يا جماعه، كنا نقول لكم نهار اللي قال نهار اللي فريد معطاوي يتكلم وقال باللي قد انتهى وما عندوش مكانه. احنا كي نهضروا كيما هكا، انا مانيش كونت معطاوي ولا لا، احنا عندنا وجهه نظر. قلنا له راك غلط، انا قلت المعطاوي راك غلط، ماشي كيما خرج علينا كيسموه مؤمن ايت قاسي قال لك انا قال لك الحاجه اللي كاينه بيننا وبين بالماضي هي المهنه. انت تاعش المهنه اللي معاك بينك وبين بالماضي، انت خدام في الاتحاديه مكلف بالاعلام. انت ما انت كنت كل خطره درت له خط احمر، درت اللعابه اللي كانوا محقره، درت من درت من درت من، كنت تدافع وصايك هذا ما كان. كنت بارشوك مؤمن ايت قاسي، يعني انت كنت تقاري الاعلام والله العظيم ما تهدر ديك الهدره اللي كنت تهدر فيها. عندنا خير مليح في راسك. اليوم وين رجع تقول لهم الحاج محمد راهو راهو، ما الحاج محمد راهو راهو، هذه هي. وتبعد في بالماضي على روحك، ملي انت يا قضيه تاع مهنه، انت مهنه انت اصلا ما راكش خدام في الاذاعات الوطنيه، انت دايرين في الهدام وقيلا في جريده تاع كومبيتيسيون لا ماشي تهضر بالفرنسيه وصايك هكاك. وقيلا الى راك فيها الى راك فيها ولا ما طردوش، خاطر علاه كاع حاوزوك بالقنوات، يعني بالك هذه الخطره غادي يجيبوك إذا كانت ليكيب ناسيونال مليحة يجيبوك باش تصبح تعاود تولي تصبح وصايك هذا كان. بصح حنايا كي نعاودو نهضرو نقولو بلي بلايلي كان غادي بلايلي سوف يرجع. أنا ما قلتلكمش غير بلايلي، قلتلكم غادي تشاهدوا يعني 90% المنتخب تاع 2019 يلعب في المنتخب في 2024 وخرجت صح. خاطش علاه نعرف بلي هذا المدرب يجيب اللعبة اللي هما يساعدوه، يعني هو عند لاني دي توش يزكي وهما يلعبوا برك. هذا ما كان كاش خطه، وما تاع حط ربعه سنين ربعه ولا كات ا كات ا ولا ربعه ثلاثه ثلاثه ولا ثلاثه ربعه ثلاثه، يعني كات كات دو، هذا ساهلين انت تحطهم كيما خليهم يلعبوا. هذه هي على هذه كنت نقول لكم بلي غادي هذا من باب ما كانت عندنا تاع معلومه وما كانش لي قال لي ولا، يعني التخمام تاعي والنظره تاعي هي اللي خلاتني نقول لكم بلي غادي نشوفوا اللعابه تاع 2019 يلعبوا بالاخرى، وغادي هذه اكبر غلطه دارها. يعني قبل فتره ليست ببعيده كان الكثير يرى بان يوسف بلايلي لا مكان له في المنتخب الوطني. يعني لي باج هذو اللي شاناهم هذو كريعين البراك، كرعين البراك هذا البراك هذو هذا البراك هذو بلايلي انتهى وبلايلي منا، وشكون اللي شكون اللي يقول بلي كيما ذاك بوك المكان يقول كيما بلايلي طرده بالماضي وما يزيدش يجي ليكيب ناسيونال ولا الله يجعل بلايلي يلعب مليح. في طول تولوا تذبحوا كل راكم عارفين كي تذبحوا، علموكم في العرس تركسو تطيحو وفي الموتات تبكو تتغاشيو، علموكم علموكم هذه هي. على ذيك اليوم نقول لكم بلي بلايلي وين كان يقول لك لا مكان له في المنتخب الوطني، ويوجد اسماء اخرى ستذهب معنا على حسابه الى نهائيات كاس امم افريقيا كما قالها بالك مصطفى معزوزي، تحداه حسين جنات كان قاعد حداه تحداه قال له غادي يكون، قال له في 27 قال له لا حتى ويدي 11 لاعب مبول حي بلايلي غادي يلعب. وقلت لكم على مبول حي غادي يلعب في ليكيب ناسيونال ولا، وكي ولا كي رده باش يلعبه باش يرده باش يقعد في بلاصتو. هذه باش قلت لكم مليح في لسانكم. وقال لك سوف لن يذهب معنا
يعني ويوجد أسماء أخرى ستذهب معنا على حسابه إلى نهاية كأس أمم إفريقيا، وسيدفع الثمن المنافسة القوية. ثم ماذا حدث؟ نقول لكم ثم ماذا حدث؟ الكاف تقرر توسيع القائمة المستدعات لكل منتخب. سعيد بن رحمة وين قال لك يامر جانبا، وتحدث له عدة وين حدثت له عدة مشاكل مع المدرب وخلق له مشاكل. ياسين إبراهيمي يبقى بعيد رغم تألقه مع الغرافة بسبب هذا المدرب. أمين قويري يغادر معسكر الخوض بداعي الإصابة اللي مكاش كاع منها، لتأتي أخبار أخرى بأن عمورة معاقب في أول لقاء. كل هذا جعل يوسف بلادي يتحول من لعاب يوجد الشك في استدعائه إلى لعاب يتوقع أن يكون له دور مهم في كأس أمم إفريقيا، وقد يكون هو اللعاب الأساسي على الجهة اليسرى في أول مباراة. إذ ما كان جاهز في ذلك اليوم فارس شيبي يستطيع اللعب في ذلك المنصب وهو متاح، يعني سيناريو أنا نقول لو أراد هو كتابتي لما أخرجه بهذه الطريقة. يعني كي بزاف اللي تهدر ويقول لك بلي بالله لا. هذه هي كان يقول لك شايبي غادي يلعب، لا شايبي كان ذاكي هرب للوسط وقعد في الجهه تاع الجهه اليسرى، كان غادي يطرد كيما طرد الاخر كيسموه بحر ابراهيمي بالرحمه، وزاد فاديك زاد الاخر كيسموه قويري. هذه هي الناس كان لي بزاف غلط، سبحان الله. انا نقول لكم ناس بزاف غلطه، بزاف يشوف بلي قويري تبليسه، لا قويري ما تبليساش، راكم غالطين. بما قويري ما تبليسه ما والو، ايوا هذه هي. يا ولدي راه ما راه ببليسي ما والو، كمل الحصة تاعو عادي. عزبينها سهلة، عزبينها غير هاكا غير هاكا تبرو الخير تاع الواحد. قلنا لكم ما تقلقوش على خاطر، قلنا لكم ما تقلقوش، انتم ما تقلقوا على بالك، وليتو تقلقوا بزاف، تقلقوش يعني ما. العقل بعطاوي ولا يقول لهم والله ما يكونش، ما عندوش مكانة. الاخر كيسموه
معزوزي قال لهم ما يكونش، قال لهم ما صادير تاوي، قال لكم ما يكونش ما يكونش، ما كاش كاع ما كاش، قال لكم ما كاش كاش انتوما شكون يعني؟ هو هو يقول لكم هضروا من بعد يدخلكم في حيط، كيما دخل غاشي في حيط ضربة تاع اندي ديرور، ما كاش ما كاش ما كاش، ما تاليا جابها نورمال هادي. قلنا لكم ما تقلقوش، انتوما تقلقوا، انتوما جايبين هذا روحكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي. صحيح.